اهلا وسهلا. اهلا اتفضل الاستاذ ابو الفتوح كاتب النيابه. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك ازيك؟ اهلا وسهلا استاذ ابو الفتوح. اتفضل اتفضل. يا اهلا بيكم يا جماعه. منورنا والنبي. ده نورك يا ست الكل. تشرب ايه؟ ملوش لزوم يا هانم. يا دي العيبه، لازم تشرب حاجه. ميه ولا دخان؟ ساقع ولا سخن؟ ما دمت سيادتك تأموري، قهوه على الريحه. واد يا درغام. أموريني يا ست الكل. واحد قهوه على الريحه وتلاته شاي لينا. من عناية. قولي بقى، شد ولا كبس؟ مش فاهم. لا 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 لا، على مهلك عليه شويه يا ست الكل. انا فاهمه يا صاحبي. الكبس عدم المؤاخذه يعني تشرب الصنف في السجاير، اما الشد يعني تشربه على الجوزه تكركر يعني. الشد في السجاير والكبس في الجوزه. ياه، ده انا يظهر ان انا لسه تلميذ بتعلم بقى. طب انا بقول لكم ايه، انا بحب اقرقش يعني عايز حقي ناشف. عناية الاثنين، غالي والطلب رخيص. انا اتفقت مع الاستاذ ابو الفتوح انه هياخد منكم مرتب شهري. ماشي، وكمان مش هنفاصل. ايوه يا اختي، بس بلغنا بالاخباريه قبلها بيومين ثلاثه عشان عدم المؤاخذه يعني نكون عاملين حسابنا. لا اطمنوا يا ست الكل، انتوا لما تشوفوا شغلي هتعرفوا ان المبلغ اللي انا هطلبه شويه عليا. طب ناوي بقى تاخد مننا كام؟